اليوم بتكلم لكم عن مجموعة كلارنس اللي وصلتني. خلوني أطلع لكم المنتجات. أول شيء هذا الكريم حق الستريتش مارك. كريم الستريتش مارك فيه زبدة الشيا فيسوي ترميم وإصلاح للجلد، حلو للحريم بعد الولادة، يشيل التشققات. بالنسبة للمراهقات بعد النضوج تجي فترة الجلد يتشقق من عند البطن وعند الصدر، فهذا حلو حتى للمراهقات وحتى البنات اللي يسمنون وينحفون ويترك لهم الجلد ستريتش مارك، فهذا حلو يشيل الستريتش مارك إذا كان جديد. أما إذا كان الستريتش مارك قديم، التشققات قديمة، فبس يخفف منها ويحسن مظهرها. وشيء ثاني، هذا يعطي رطوبة للجلد ومرونة، فيعطيك يعني وقت الحمل إذا الحرمة حملت، فما يترك تشققات على البطن لأنه يعطيها مرونة في التمدد. هذا بالنسبة للكريم التشققات، حس أني طولت معكم. وهذا نجي الشيء الثاني، هذا زيت كلارنس. هذا الزيت مرة حلو بعد الحمام، هذا كمان يشد الجلد. وفي نفس الوقت التونيك هذا أو زيت الجسم هذا يرطب البشرة ويشدها، زي ما قلت كثير حلو أنك تستخدمينه بعد الترويش وجسمك رطب. نجي الحين المنتج الثاني اللي هو هذا الكريم. هذا الكريم هو لشد الوجه، وطبعا طريقة استخدامه بيجيكم هذا البروشور، هذا طريقة استخدامها لأنها لازم طريقة معينة لأنه يسوي كنتور للوجه. هذا اللوشن، هذا اللوشن فكرته زي فكرة الفيكس، يعطي استرخاء للعضلات سواء تحب تستخدمه للسيقان أو. وهذا آخر منتج معانا، هذا سكراب للجسم، مقشر لطيف للجسم. أتوقع هذا كل اللي كان عندي في البوكس غير المنشفة اللطيفة وبس.